استوت مشكلة بينكم زوجة وزوج، رجاءً لا تدخلوا أهلكم، رجاءً لا تدخلوا أهلكم، بتكبر السالفة، رجاءً لا تطلعي، رجاءً لا تطلعها، رجاءً حتى لا تقول. أنت متضايق أنت اطلع شوي ورد بعدين، أنت متضايقة اهدي، لا ترفعين سماعة، صدقيني لا ترمسين حد إلا إذا في حد فعلا، يعني شخص واحد، في حد ما عنده، في ناس ما عنده حد، يجون وين؟ عندنا، أنا يجوني أنا مثلا، يجون عند لايف كوتشز، أنا مو بلايف كوتش بس يجون عند لايف كوتش، يجون عند مثلا حد في مستشارات أسريات، والله والنعم في مستشار أسري والنعم، يعني روحوا عند حد يساعدكم. ليش لا تدخلون الأهل؟ لأن أهلك بيتضايقون منه، وأهله بيتضايقون منك، وبيتمون حرام. إنزين حتى لو سامحوا ويسامحون الأهل يسامحون، بس يتمون شو يفكرون فيكم، يفكرون أنت كأم كأب ما تبين عيالك أنت تخافين عليهم وايد وتتمين تحاتينهم، تخيلي هم يحاتونكم طول الوقت. لا، حلوا أموركم بالكتمان، وحلوا أموركم مع ناس مختصة، واستروا على أعماركم وكملوا حياتكم.